سلام الله عليكم يا أعز وأغلى مشتركات، على قلبي جيتكم في لايف تاع اليوم. على بالي بلي يعجبكم هذا النوع من الروتينات، وهو تحضير لعزومة. يعني زوجي عرض صاحبه سوري، مي حبيت نطيب لكم أطباق جزائرية باش تقولوا لي نسرين في تخريب أطباقك. وانتم البنات حكموا وخلوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسونيش وما تبخلونيش بالإعجاب وتبارطاجيو هاد لا فيديو باش تعم الفائده. درت البنات لحم مفور، درت سوب دو بواسون، درت سلطه سيزار وماشيدوان. تبعوا معايا هاد لا فيديو. اول حاجه حبوباتي، رانا رايحين نديرو تتبيله اللحم اللي كنت شاركتها معكم العام اللي فات قبل رمضان. نحط لكم رابط تاعها في صندوق الوصف ونعاودها لكم في هاد لا فيديو. مي حبيتو تفرجوها بالتفصيل تلاقوها في يعني في صندوق الوصف. درت ملعقه تاع فلفل مطحون، فلفل دريس يعني مطحون، ملعقه تاع القزبر، ملعقه تاع راس الحانوت، فلفل اسود، بابريكا اللي هو الحمار، ملعقه تاع الخردل وشويه تاع الهريسه، وملعقه تاع الزبده. ما عنديش البنات معدنوس، هذه العزومه يعني جات بالخف في يوم واحد يعني اللي على بالي كيما راكو تشوفوا. درت واش عندي، الجود بالموجود يعني ما كلفت روحي وما تكومبليكسيت ما والو. درت واش عندي، راني نماريني كامل اللحم ديالي ونخليه يتبل شويه. من بعد البنات نحطو فيلم اليمونتير يعني كيس بلاستيكي، ونحط له هذيك لامارينات. نحط شويه طوماطيش، شويه بصل، شويه فلفل، وفص تاع الثوم. هذاك فص تاع الثوم نقسمه كامل على التتبيله اللي عندي، ديجا راني دق كيس وحده، وهذا الكيس دوزيام اللي راني نخدم فيه. من بعد نجيب ورق الزبده نحطه فيه قبل ما ندير الالومنيوم، في الالومنيوم في السخانه يتفاعل ويولي يدير واحد الماده مسرطنه. دوكا نلف الالومنيوم باحكام، نجيب الكسكاس ديالي ونحطه. نعاود نزيد ندير واحد الالومنيوم كبير نغطي كامل اللحم. دوكا في الماء واش عندي، عندي زعتره، عندي ورق الغار اللي هو الرند، عندي بصله صغيره، عندي عود تاع القرفه والهيل وفلفل اسود ونجمه الارض والقرنفل. نحط كامل هاد المكونات باش ينسمو لي الطبق ديالي، يعني ما نديرش في التتبيله شتو درت فيها غير فلفل اسود والحمار وراس الحانوت، يعني باش ما نخسرش بزاف التتبيله في اللحم. تقدروا تزيدوا ديروا الجزر، ديروا اي حاجه تحبوا تنكهوا بها من تحت. من بعد مباشره انا رحت باش ندير سوب دو بواسون، يعني خممت واش ندير. قلت لازم كي درت اللحم مفور اكيد حنديرو مع الرز ولا بطاطا مقليه، قلت لازم ندير سوب دو بواسون. هنا نضيف حوالي زوج ملاعق تاع الزيت، المكونات تاع الخضره عندي حبه تاع البسباس، حبه تاع اللفت اللي هي اساس تاع لي سوب دو بواسون، حبه بطاطا، زوج حبات جزر صغار، حبه طماطم وحبه وفص تاع الثوم. نجيب البطاطا ديالي نقطعها، حبيتو تخلوها البنات ديريكت يعني حبه ديريكت، حبيتو تقسمو حبه على زوج، انا كلش قسمت حبه على زوج. هذوك الاغصان تاع البسباس تاني حنضيفهم يطلقوا بنا شابه. قلت لكم اللفت واش تحب، تحب لا سوب دو بواسون واش تحب، تحب البسباس وتحب اللفت. اللفت هي الاساس، من بعد تاني في الاخر كي نكملوها حنعطيكم واحد المكون يديروه غير المطاعم وما يعطوش هذا السر تاع
قليل وين يعطوه. هنا عندي هذا السمك المجمد الابيض، يعني ضفتوه فسطي على الثوم، ندير فلفل اسود والملح. هذا واش ندير، ما نديرش توابل قلت لكم باش ما يروحلوش الذوق تاع السمك. عندي ملعقة صغيرة طماطم مصبرة، شوفوا يعني هاد الكبيرة ما عمرتهاش مليح، نقليهم شوية من بعد انمرق دوك ياخد هذاك اللون شوية. البنات نعاود نرجع لكم. وهنا بعد ما تقلى لي راني نمرقو بالماء سخون، ما تمرقوش البنات بزاف، مرقو غير قسمة تحتاجو يعني باش ما تجيكم شرورو. نزيد لها الملح، وهنا جاتني شويه ملحه. المشكل ماذا، كان ذقتها مقبل لقيتها ملحه، نضيف فيها حبه تاع التفاح يعني تعتدل وتولي ماشي ملحه. هنا عندي البطراف قلت نغليه، درت له شويه تاع القزبر وشويه تاع الرند وشويه تاع زعتره وشويه تاع الكمون حب والملح. وهنا عندي الخضره باش ندير الماسيدوان، بطاطا جلبانه قرعه. السوب ديالنا راهي طابت، نمكسيها بيان هذيك الخضره مع هذاك السمك حتى خلاص يعني طحنوا كامل المكونات. ودوك هنايا ندير لكم واحد المكون الاساسي في لي سوب وما يعطوه لكمش البنات، كما قلت لكم ماشي اي مطعم يعطيه لكم. جيبوا الخبز اليابس حوالي قطعه يعني صغيره كما راكم تشوفوا، وديروها لداخل الطيب شويه. انا هنا مانيش نميكسي الخبز، راني نميكسي هذيك الخضره، لقيت بلي زروديه كانت مازال ما طابت لي، راني نميكسيها. نعاود نرجعها فوق النار حتى تطيب بيان، نلقى هذاك الخبز تاعي ذاب. وهنا راني رايحه ندير سلطه سيزر على طريقتي البنات، ماشي على الطريقه الاصليه. عندي صدر دجاج مقطع مربعات، شويه تاع الزعتر، شويه تاع النعناع، شويه تاع فلفل حار، شويه تاع الكمون، فلفل اسود والخردل. زدت لها ملعقه تاع المايونيز والملح وزيت زيتون، وزدت لها زيت زيتون ونص حبه تاع الليمون. وهنا ما كانش عندي التوست يعني الخبز التوست، عندي خبز عادي ويابس ثاني قطعته مربعات. هذوك المفتتين من تحت ما استعملتهمش، استعملت غير هذوك القطع الكبار ودخلتها للفرن يتحمروا. على قلت لكم البنات ماهيش الوصفه الاصليه، على هذه الجود بالموجود، وهكا نحطوا حاجه بنينه وشاب. الخضره تاعي طابت كما راكم تلاحظوا، كانت عندي كميه صغيره تاع الرز بسمتي كما راكم تشوفوا، تاني غليتها وضفتها الخضره باش نديروا لاماسيدوان. نحركوا كامل هذه المكونات. وكما قلت لكم هذيك النهار هذا المايونيز شريتها بروموسيون من المول 2000، مازال لها شهر باش تخلص. نزيد لها ملعقه تاع الخل، على هذه استغليتها اليوم ودرت ماسيدوان ودرت سيزار. وانا بالنسبه ليا ماسيدوان بلا فص تاع الثوم ما تسوى والو. ضفت لها فص تاع الثوم وراني نحرك فيها بيان ونديرها في الثلاجه. دوك نجوزو باش نرتبو يعني سلطه سيزار. هنا السلطه عاديه سلطه خضراء، نقطعوها يعني شويه قطع كبيره، نضيفوها في الصحن. Thank you.
كنسخنها. نقسم الجبن، انا عندي الجرويار وعندي الشيدار، نقسموه تاني مربعات. وهذه السلطة غنية بزاف بالفيتامينات، يعني فيها البروتينات فيها الكالسيوم نشويات. هنا البنات الخبز تاعي حطيته كطبقة تانية بعد ما تحمر. الدجاج تاعي تاني قليته بهذيك الزيت تاع المارينات، يعني ما ضفت لهاش زيت واحد اخرى، ونضيف لها الجبن من الفوق. والصلصه اللي كنت خدمتها نسيت ما صورتها لكمش بصراحه، يعني امبوسيبل كان صور لكم كلش لانه موش رايح يكفيني الوقت. وهذه هي السلطه، هذه السلطه خاصه اللحم المفور تاعنا راه طاب الزبده يا البنات. واش نحكي لكم، جاب بزاف بنين، قدمته مع كميه صغيره من الاروز باسكو علاه الماكله كانت الله يبارك، والمينو يعني كان متنوع. على هذه ما ضفتش روز بزاف، يعني اللحم اصلا كانت كميه لاباس بها. هذه هي سوب دو بواسون تاعنا. هنايا الخبز العادي، يعني خبز جزائري قطعته مربعات وفوتو للفور، ومن بعد ضفت له صلصة الجزائرية اللي هي صلصة المايونيز مع الدرسة اللي هي الهريسة، ونتحصلوا على الصلصة الحمراء اللي هي الصلصة الجزائرية. هذه هي لاسوب تاعنا، هذا هو الخبز البنات اللي حمصته قدمته مع الليمون والصلصة الجزائرية. هذه هي سلطة سيزار، لحم مفروم، عفوا لحم تاع البخار، اللحم بالبخار هو واجد وزبدة، يعني حتى العظم تنحى وحده. الفاكهة هاد البطراف قطعته يعني عادي في صحن وحده ما سيدوان. وكانت هذه هي البنات الأطباق تاعنا، وهنا صورت لكم أكيد قبل ما يجوا الضياف. والحمد لله عبالي بلي حمرت وجهي. قولوا لي انتوما برك، قولوا لي انتوما برك في التعليقات إذا هاد الأطباق عجبوكم، ويعني نستاهل لي جام ونستاهل لايك، وخلوا لي رايكم. وهنا حبيت نعاود نزيد نصور لكم لمحه خفيفه، كنت رايحه البنات نزيد نضيف عصير طبيعي ما كفانيش الوقت.
المهم هكا البنات نختموا هذا الفيديو بهذا الصلصه، ونتمنى يعجبكم. سلام يا اغلى مشتركات.